ومن بسام ننتقل إلى الزميلة منال الخطيب مجددا لتحدثنا عن دور القطاع الصحي في منظومة التطوير الحكومي. تفضلي منال. تشهد القمة العالمية للحكومات في دورتها 11 العديد من الاتفاقيات، ومنها اتفاقيات في مجال الصحة. حصل اليوم توقيع اتفاقية بين شركة AI 71 ومجلس أبحاث تكنولوجيا المتطورة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية. حول هذه الاتفاقية يسرنا أن نلتقي بسعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. ما أهمية هذه الاتفاقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن هذه الاتفاقية عبارة عن نموذج لطرح حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إدخال التقنيات الحديثة، والتي منها الذكاء الاصطناعي، لدعم ممارسي المهن الصحية بغض النظر عن أماكن تواجدهم من الأطباء وممارسي المهن الصحية التخصصات الطبية الأخرى كالتمريض والخدمات المساندة، بهدف دعمهم وإدخال الذكاء الاصطناعي في عملية الامتحان وتقييم الأطباء وحصولهم على التقييم بدعم من خلال هذا الإجراء الذي يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في طرح هذه المواضيع العلمية بشكل دقيق دون وجود تدخل بشري ومنعا من الأخطاء البشرية، وإعطاء هذا الشخص من الأطباء وممارسين المهن الصحية الحق في إبراز جانب العلمي في هذه المقابلة. بالإضافة إلى أن الاتفاقية كذلك تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم المستثمرين من المواطنين وغير المواطنين في الدولة عندما يرغبون بإنشاء المنشآت الصحية كالمستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية، باستخدام الذكاء الاصطناعي ودعمهم بالاستعلام عن المواصفات والمعايير المطلوبة لكل تفاصيل هذه المنشأة الصحية. سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا يا مرحبا. وعود الآن إلى الزملاء.